بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا جمهورنا الكريم، أسعد الله صباحكم بكل خير. نحييكم دائما بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من أرضية ميدان الطي نجدد لكم هذه التحية، خامس انطلاقاتنا لسن الإذاع. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المشاركين هنا بهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة التي دائما تأتي تحت رعاية كريمة من مقام سيدي صاحب السمو شيخ خليفة بن زايد بن سلطان الهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وتوجيهات أخيه سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات سامية من مقام سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله ورعاه، المهتم دائما بهذه الانطلاقات ودعمها اللامحدود لهذه الرياضة العربية الأصيلة. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس، نتمنى إن شاء الله كل ما هو جديد في هذا العالم الجميل، هذا العالم الساحر. شكرا نادي دبي لسباقات اللجنة العربية الأصيلة، والشكر دائما موصول للجنة ما شاء الله تبارك الرحمن التي تعمل خلف نجاحات هذا الميدان، ميدان الطي وميدان ضوء. ونتمنى دائما الرقي الذي يأتي عام تلو عام ما شاء الله في كل ما هو جديد في هذه الانطلاقات على أرضية هذا الميدان. نذهب هناك إلى مياسة العود الانتصارات اللي تستفتح إذاعتنا. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، الملكية اللي يسموه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري زريق، من أتت وحلت ثاني المراكز لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، أحد شبابنا، أحد خبراء هذه الرياضة ما شاء الله أبو محمد المتألق دائما مع هذا الشعار أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي، ينتقل وياكم إلى سمحة. ثالثا سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن عيسى مبارك محمد بن عيسى المطيوعي حاضر ومتابع الشاهينية ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، هجن الدشبة بغنيم ما شاء الله حاضر، بو سعيد حاضر، سالم بن سعيد حاضر هنا مع هذه الشاهينية المميزة. انتقل وياكم الى المركز الخامس الشاهينية لمقام سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وحد كباتن هذه الرحلة حد كباتن العوير عبد الله بن علي بن واس اجتبي ايضا حاضر، سادس مراكز شاهيني هجنة شبا سالم بن سعيد المركز السابع، هناك هملولة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع الخطير احمد بن سلطان بن رشيد السويدي، النقلة هناك النقلة على المركز الثامن اللي في المركز الثامن من حاف سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بالدبيلة. يلا يا ابو عبد الله، يلا يا ابو عبد الله، جماهيرك تريد الابداع. النقل على المركز التاسع الشاهيني من هجنة الشباء، وفي المركز العاشر شديدة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم. يلا يا ابو سلطان احمد بن سلطان بن رشيد السويدي مضمر ومتابع هذا الشعار. هكذا مستمعينا الاعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، نتابع معاكم كل ما هو صغير وكبير في هذه الانطلاقة. والشوط الأول، الشوط الأول كل يريده، الشوط الأول كل عناله، لكن من اللي ما زالت مسيطر؟ الله يا مياسة، الله يا أبو مطر مضمر ومتابع مياسة. يلا يا أبو مطر، يلا همتعنا في اللحظات الأخيرة هنا مع مياسة وأداء مياسة بهذا الشعار الذي تميز ما شاء الله تاريخيا عالميا لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري الشاهيني من الجانب الآخر، أيضا لهجنة الشباب. يلا يا سالم، سالم بن سعيد أيضا ثلاث المراكز الشاهينية، هجني ند الشباب سالم سعيد المركز الرابع، وصلت من حافظ مو شيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيل زريق، خامسا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وهنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. هكذا كان الكيلو الأخير الذي يفتح الأبواب، الذي يفتح الأبواب، الذي يرحب بهذه الشعارات. الله الله الله، هي كم عودتنا هجنة الشبا بأن تتألق في الأشواط الرئيسية، بالأشواط الرئيسية، بالأشواط الخطيرة، دائما متعودة، دائما معودتنا على الكثير والكثير. نتمنى
إن شاء الله التوفيق. ولكن الشاهينية أول وثاني المراكز جنانة الشبه سالم سعيد الملاحقة من منحاف ثالثا أيضا لهجه لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن تبيلة اللي يبى يمتعنا اللي يبى يعطينا جديدة. ولكن هجنة الشبه ما زالت تسيطر على المركز الأول، ما زالت تسيطر على مقدمة الشوط. الله سلامي عليك يا سالم، سلموني على سالم، صباحك خير يا سالم، مساءك ورد يا سالم، مسائي هجن الند الشبا. وداعمي هذا الشعار، داعمي هذه الرياضة، داعم كل الرياضات في دولة الإمارات العربية المتحدة. سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، حفظك الله ورعاك وأبقاك دائما يا ابو راشد، ذخرا لهذه الرياضه. المركز الثاني للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثالث الشاهينيه هجن النادي الشبه سالم سعيد، المركز الرابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم هجن النادي الشبه، من حلت بخامس المراكز 6 دقائق 7 ثواني 92 جزء من الثانيه. شكرا يا سالم على هذا الاداء الجميل والمميز هنا في تألق دائما، سواء في هذا الميدان او في اي ميدان. تهانينا والناموس.